قيادة شرطة محافظة قنينة وخصصنا يوم في كل أسبوع للقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين عاملين في وزارة الداخلية ومفاصلها، وكذلك للقاء بعوائل الشهداء والجرحى والأخوة المواطنين الأعزاء الكرام للاطلاع على أحوالهم والمشاكل التي يعانون منها وإجراء الحلول اللازمة لها وفق الضوابط والقانون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة بلادنا ومحافظتنا إن شاء الله.